تحياتي لكل المشاهدين. اليوم نهار الجمعة 26 آب أغسطس 2016، عالم صباح جديد وفقرات جديدة أكيد من هلأ ولغاية الساعة 1 إلا ثلث تقريبا مثل كل نهار جمعة، لانتقالنا من بعدها إلى مكة المكرمة لنكون مع صلاة الجمعة. اليوم هيك متابعين معكم بالمسابقة، أنا بدي أقول أنه هلأ مع انتهاء شهر 8 وتقريبا عم نقرب على شهر 9 بلشت المدارس كلها تتحضر، الأولاد كلهم بلشوا يعيشوا أجواء المدارس. كمان بدي أقول شغلة أنه أوقات منشوف الأهل محمسين أكثر من الأولاد، أنه الأولاد راجعين على المدرسة، أوقات الأولاد بيكونوا محمسين يرجعوا يشوفوا أصحابهم يبدوا من جديد سنة جديدة، يمكن في أولاد بيكونوا بعدهم مبلشين هلأ أو أول سنوات دراسة لألهم، أوقات يمكن بيكونوا خايفانين كتير أنه حاسين أنه خلص خلصت الصيفية اللي صارت أقصر من قبل ورح يرجعوا يبلشوا بموسم جديد اللي هو موسم الدراسة اللي بيقصر فيه نهار وبصير بتعتم بكير وبيرجعوا بيحملوا درسهم على البيت. إنما أكيد كل هالتحضيرات بتكون دايما مهمة بحياة كل عائلة، أكيد إن شاء الله مع هالتحضيرات كلها ترجع تبدأ سنة دراسية منيحة من دون أي تقطع من دون أي أمور ممكن تمرق معهم، إلا باستثناء بس أكيد كل الأعياد اللي بتكون منبسط فيها واللي بنكون كلنا ناطرينها بخلال السنة. اليوم شيف عبد الله وأنا رح نترافق معكم بعالم صباح. صباح الخير شيف. صباح الخير إليك غيدة ولجميع المشاهدين، جمعة مباركة. لكن بتعرف التحضيرات للمدارس أمرار بتاخد من وقت الأهل أكثر من وقت الأولاد. وبتعرفي أنت تعقيبا على كلامك قلتي في أولاد بيحبوا أولاد ما بيحبوا، أنا مسأبي عندي بالبيت لأنها بدها تروح، وليد من هلا قرر انه هو مريض ما بده يروح على المدرسه. دغري. ايه دغري. اخذ قراره. يعني مثل ما قلت اوقات الاولاد الاهل بيعتلوا هم فوته المدرسه، اوقات الاهل بيكونوا محمسين انه خلص الاولاد قعدوا زهقوا يمكن فتره الصيف. ايه وبيرتاحوا شوي كمان هم من الضغط. بياخذوا نفس بس يروحوا بالنهار، بس بعد الظهر بيعودوا لهم اياها الاولاد لانه بيرجعوا عندهم نشاط وطاقه وكمان عندهم درس كثير بقى. 100%. عدوا درسوا وساعتها هم يبلش التعصيب بالمزبوط. انا عندي دانا بتكون حماس على الاخر على المدرسه، هي بتكون اجى ما هو دائما في حدا بالبيت هيك وفي حدا شي 12 لورا. مظبوط. على كل الاحوال اكيد عوده ان شاء الله تكون حلوه للجميع. اليوم رح نتابع معكم بمسابقتنا اللي ابتديناها من كم يوم بعالم الصباح واللي هي تبعتوا لنا صوره سيلفي وعالم الصباح خلفي. فينا نشارك نحن كمان؟ يلا ها بلش يشارك دغري. شاف عبد الله ريدا خلفي هلا ها؟ لا نحن بدنا اياهم هلا لانه للاسف ما حيكونوا معنا بالاستوديو، رح يكونوا عم يحضرونا عبر الشاشه. وقفوا قدام الشاشه خذوا لكم سيلفي لحيلا فرد بالعيله وابعثوا لنا اياها وعالم الصباح خلفي، ابعثوا لنا اياها على الرقم الخاص بعالم صباح على رقم الواتساب الخاص بعالم الصباح، واكيد رح تكونوا من الاشخاص اللي رح نعلن اسمهم بكره ليفوزوا معنا بليلتين ببلاتينوم بسور. اكيد رح نشوف بالاول المحطات اللي بعثوا لنا اياها، يعني امتى تم تصوير هالسيلفيز بعالم الصباح، مين اخذ اشخاص وراهم، واكيد بعثوا لنا اياهم وبعدين رح نقول مين هو الشخص الفائز معنا بالجائزه لليوم. زهرة يا فراشي نقيلي زهرة البقل الشعرة على شعرة تشكيلي زهرة البقل الشعرة على شعرة تشكيلي يا حلوة أحلى من ضحكة أطفال وخلي الزنبة يصرخ لا من قلبه موال. فإذا أكيد خياراتكم كانت طيلة النهار، منيح عندي حصة أنا من خلال هلا من الصباح. وآخر صورة مهضوم إنه واقف وراه وحط جنريك، يعني قصدي اللوجو تبع عالم الصباح انه عم بيثبت لنا انه هيدا عالم الصباح ورا، ممنوع حدا يضيع. راح نعلن هلا اكيد اسم الفائزه بليلتين ببلاتينوم سور اللي هي انجي محمد ملاح. الف مبروك يا انجي، اكيد بتتصلي فينا على رقم الهاتف لتلفزيون مستقبل لحتى تستلمي جايزتك. راح نتابع معكم محطاتنا وكل الناس اكيد اللي ناطرين ابراجهم لليوم لانه بلش ينتهي الشهر، وكارمن بلشت تعطيكم كمان تحضيرات الشهر اللي جاي
بهالكم يوم بهاليومين اللي قطعوا بعالم الصباح لحتى تعيشكم شوي الاجواء اللي جايه بشهر 9 بشهر ايلول لكل الابراج، مثل ما عودتنا بتكون معنا كل اخر خميس من كل شهر، واكيد رح نتابع على ابراجنا لليوم مع كارمن. خلينا نتابعهم. رفقنا من برج هوائي برج الجوزاء وبعده القمر بمربع مع الشمس، هذا معناتها بعد مواليد برج القوس وايضا مواليد برج الحوت يمكن هن اكثر الابراج توترا اليوم. على كل بكره الاجواء مختلفه، خلونا نبلش ونشوف نهارنا كيف بيكون، والبدايه مع برج الحمل. بالنسبه لك اليوم مولود برج الحمل معجوق، عندك شغل كثير، حكي كثير، كتابات كثير، مفاوضات، مباحثات او حاطط حالك بالسياره وما عم تهدى. بجميع الاحوال عندك اليوم سرعه خاطر وأفكار كتير حلوة، فحاول أنك تستفيد منها. الأوفر حظا بعده مولود 16-18 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور الأجواء جيدة، الأجواء غنية، الأجواء محفزة بالنسبة لك، ما في خوف عليك، بالعكس في احتمال كتير أنك اليوم تطلع ربحان. تبقى المواليد اللي عندها حظوظ مهمة وإيجابية 17-19 أيار مايو. مين كمل مع برج الجوزاء؟ بالنسبة لبرج الجوزاء وجود القمر ببرجك ووجود الشمس في البيت الرابع بيخلي اليوم مولود برج الجوزاء يكون مصمم أو عينه على البيت، عينه على الاستقرار، عينه على الراحة، طالع عباله أنه يخطط لهالأمور، منها لحالة هالأمور بتبين، يمكن طالع عبالك تدخل على حياتك الشخصية شيء جديد. اتوقع خبر إذا ما سمعتم مبارح، اتوقع خبر اليوم يتعلق بحياتك الخاصة. تبقى المواليد الأنشطي مواليد حزيران يونيو، لكن انتبهوا بسبب معاكسة زحل لكم، كونوا حذرين. 31 أيار مايو 1 حزيران يونيو. مين كمل مع برج السرطان؟ بالنسبة لبرج السرطان بكرة القمر بيكون ببرجك، اليوم هو بمثابة استراحة لإلك، طول بالك، اقعد عائل، ما يكون في عندك قرارات كبيرة، الأجواء اليوم يمكن بتزعلك، بتحس حالك إنه فعلاً أنت حزين، بدك تبكي، بدك تعصب، ما بدك تشوف حدا، بدك تختفي، تنعزل، انتبه أيضاً لأوضاع صحية، الأوضاع الصحية فيها تكون نفسية وأيضاً في يعني معنوية وكمان جسدية. تبقى المواليد الأكثر تعباً اليوم هي مواليد شهر تموز يوليو. ننتقل لبرج الاسد. بالنسبه لبرج الاسد نهار كثير حلو مثل امبارح، في حركه كثير، الناس بتطلع فيك لسبب او لاخر، يمكن لانه انت حابب انك تختلط بالناس، حابب انك تظهر قديش انت شخص بتحب الناس، تشتغل معهم، بتساعدهم، بتخدمهم، الجو اليوم مناسب جدا لهيك تحركات لانها بتترك لدى الناس أفكار إيجابية جدا عنك بغض النظر عن عمرك. بعدها مواليد 2-3-17-18 آب أغسطس الأوفر حظا. مين كمل مع برج العذراء؟ بالنسبة لبرج العذراء وكأنك واقف على مفترق طريق، مثل ما قلنا مبارح نهار كتير مهم، هيدا نهار متعب لكن بالنتيجة نهار مفروض يكون مثمر وواعد، واعد بخبر بيغير شيء ما بحياتك الاجتماعية أو المهنية. الأجواء صحيح متقلبة لكن بالنتيجة رح بتكون لصالحك. إذا عندك عمل مهم أعطيه أفضل ما عندك وانطر النتيجة. 19-21 أيلول سبتمبر الأوفر حظا. مين كمل مع برج الميزان؟ بالنسبة لبرج الميزان اليوم أفضل من بكرة، وبالتالي نصيحة إذا في بعد شيء تليفون بدك تقوم فيه، زيارة، شغلة بدك تصلحها، بدك تزبطها، اشتغل اليوم، لأنه بكرة وبعد بكرة من الأيام الصعبين بهيدا الشهر، من الأيام الصعبين يلي ما راح يخدموا مصلحتك ولا اسمك ولا سمعتك بالمرة، اشتغل اليوم، قوي قلبك اليوم، اطحاش اليوم، روج لشغلك اليوم. تبقى المواليد الأنشط هي مواليد أكتوبر. ننتقل لبرج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب الأجواء اليوم تقنية بامتياز، تقنية بمعنى أنه اليوم في بعض الأمور يلي أنت ما لازم تدخل حالك فيها، لازم شخص بيعرف هو يلي لازم يعطيك النصيحة الصحيحة. الأجواء اليوم فيها أوراق، فيها معاملات، فيها ركض، فيها بعض المسائل يلي بدك تسعى لها ليمشي شغلك وإلا ما بيمشي، انتبه من بعض التقنيات القانونية. 18-20 نوفمبر الأوفر حظا. ننتقل لبرج القوس.
بالنسبة لك مولود بشرق قوس يمكن تكون مشكلجي شوي، يمكن مزعوج، يمكن مكبر راس، يمكن ما عم تتفاهم مع الناس، يمكن هني ما عم يفهموك، عم بيحاولوا. بجميع الأحوال انهار بيقدر ينتهي بطريقة كتير سلبية. عندك طاقة كتير كبيرة، فمطلوب منك انك تضبطها لحتى يمشي نهارك بسلام بدون ما تعمل مشكل، خاصة أول شيء مع أقرب الناس لألك. كون حذر جدا 1-4 ديسمبر كانون الأول. ننتقل لبرج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي ضروري اليوم تاخذ الجواب، ضروري اليوم يخلص الشغل، بكره وبعد بكره في عندك مناقشات، بدك تدافع عن قضيتك، بدك تدافع عن شغلك، عن الابحاث اللي عملتها، اليوم في شغل، مهد اشتغل حتى ولو سهرت اليوم اشتغل على شغلك، خلي يكون بيرفكت، يمكن تتعب شوي جسديا وحتى معنويا، لكن بتوفر على حالك تأخير ونوعية الوقت عن بكرة لأنه منها هالقد على ذوقك. الأوفر حظا 16-18 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو اليوم نهار يصب أو بينصب بمصلحتك، كل هالإيجابيات اللي عم بتصير من حولك رح تلمسها ورح بتشوفها، يعني أنت عم تتمنى شيء، عم تحلم بشيء، على الأرجح حلمك بيتحقق اليوم. إذا تركت الأمور لبعدين في احتمال أنه تتبلور بعض القصص، لكن اليوم نهار كتير إيجابي فما تتركه يمرق مرور الكرام وأنت قاعد عم تتفرج. 13-15 شباط فبراير الأوفر حظا. بنكمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت نهار متقلب، مثل الطقس، مثل الأحوال الجوية، متقلب، عاصف، مغيم، بتحسوا أنه ما خرج أنه واحد يكسدر أو يغير جو، بفضل الإنسان يقعد ببيته بهيك نهار. ونفس الشيء اليوم، خرج تقعد بشغلك بمكتبك، تطلع قدامك، ما تشوف، ما تتعاطى مع غيرك، ما تتفلسف على غيرك، وما تفش خلقك بغيرك ولا بحالك، حاول تتسلى شوي كمان. بكرة وبعد بكرة بتنبسط وبتفرح وبتندم على أي تحرك متسرع بتقوم فيه اليوم. الأكثر تعبا مواليد شباط فبراير الأوفر حظا بعده 16-18 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة كتير مهمة لأنه الهورايزنز الآفاق قدامك كتير كبيرة وكتير مهمة، في تغييرات أساسية جذرية فيها تاخذ محل، يعني فيها تصير بهيدي السنه، فيها تكون على صعيد مهني، فيها تكون ايضا على صعيد اجتماعي. بيبقى شهر ايلول سبتمبر ثم شهر كانون الثاني يناير ايار مايو افضل الاشهر. الى اللقاء بكره، ابراج جديده، باي باي. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، رح تكون معنا هاديه واكيد رح يكون عندها عروض ازياء جديده على الموضه، خليكم معنا.